عندي شغله، عمالنا اللي بيشتغلوا في الوسط العربي، اللي بيشتغلوا في الوسط العربي عند العرب بالدور بده يجيب ورقه مشان ينزل حسابه للبنك. ثالث شغله اللي زي حكايتنا، انا يا عمي مشت تصريح مشترى ب 2500 شيكل ماشي، كل اسبوع بشتغل مع واحد ومرات ببوش وبروح بوقف على الساحه. انو بده يجي يسد محل هذا العمل. ثاني شغله بدهم يعجزوا مصارينا، بتعرفوا نظام الحوسبه في الشركات في اسرائيل 45 يوم، نينا نطعم اولادنا، نينا نشحن كرت الكهرباء، نينا نعبي مي، نينا نجيب فاتوره الجوال، نظام الدفع المسبق اللي جابوا لنا اياه، يا عيني عليهم. هاي خطه انه بدهم يقضوا على السمسره، هاي مش مزبوطه. لو بدهم يقضوا على السمسره التصاريح زمان. لا، هاي الحرية مدروسة مدروسة يا شباب. أولها بيبدأ باثنين دولار وبتنتهي بنص المعاش. الله أكبر. بدل ما يجوا يوجدوا لنا عمل، بدل ما نصحى إحنا عبيد، ولكن والله العبيد تبعي الزمان بكون عايشين أحسن منا، بكون حطوهم بالقصر ياكلوا من أكلهم يشربوا من شربهم. اليوم لا، اليوم ذلونا بزيادة. حلم الشاب الفلسطيني يا حرام، يشتري سيارة يبني دار، هذا حلمنا البسيط، هذا حلمنا البسيط. وحطونا في دور وابعد عنا يا عبد، واصحى من الصبح انا منكم بفكر بشي، انا بفكر بشي يا شباب. ان الساعة 2 بتصحى لما تروح من الشغل معدود حيلك، ولادك تقدر تشوفهم على شو جايين يقاسمونا. يا عمي المشكلة أنا مش راس محله على أساس الصحافي واقفة وتفهمنا صح، أنا مش ضد السلطة، لا يا عمي، أنا ضد تحويل الرواتب على البنوك. نينا نجيب مصاري، نينا نصرف أولادنا، ولا بدهم إيانا نروح لفاتن ولا للوكالة وغرقونا بالقروض. عندي أخو أستاذ 6 شيكل راتبه بروح بستلمه، ليش؟ غركان بالشكات، وهذا بدهم يوصلوا لنا اياه، عشان انت تشتري لاولادك تطعمهم دجاجه بالاسبوع، عشان تشحن كرت الكهرباء، تشحن كرت المي، بدهم اياك تروح تاخذ قرض، عشان بعدين روح سد بتوقفش على نص مصرياتك، والله العظيم على 80%. منطقي يا شباب بحكي ولا مش منطقي؟ إذا حكي يا شباب إذا حكي في غلط قولوا في غلط. بعدين أنا امبارح عملت بث مباشر، إحنا بنطالب يا شباب بناس منا من العمال اللي على أساس المسؤولين يسمعوا كلمتنا، منا إحنا مش من اللي قاعدين بالمكاتب راكبين بالسيارات المكيفة، لا، من العمال. بدنا نشكل لجنة كل مطالبنا بدنا نحققها. بعدين الساحات هاي اللي بتاخذ 10 شيكل على السيارة، ليه؟ 5 شيكل وشفين ايش؟ ما انت بتيجي على السيارة بتغلى. يا اخي ما هو ابن عربي 48 اخونا بس يجي على جنين 5 شيكل بدفع. ليش احنا 10؟ ليه؟ ليش يا عمي؟ انو راضي بال 10 شيكل؟ انو يا شباب راضي بال 10 شيكل؟ بعدين هاي الخطوة الأولى يا شباب، كل احترام لكم أنا ببشركم راح يتحققوا كل مطالبكم. أقولكم ليش؟ إحنا شو بنفرق عن الدكتور في إسرائيل، عن المزارع في إسرائيل، عن الشرطي في إسرائيل، بل بالعكس إحنا أهم جزء في إسرائيل. إحنا بنطالب إنهم هم يعطونا راتب تقاعد، لأن إحنا ضحينا بشبابنا وعمرنا وسهرة شبابنا بخدمتهم، مضبوط ولا لا؟ مضبوط ولا لا يا عمي؟ لا نساوم على حقوقنا، لا نساوم.